603 اجانب محبوسين من نهار الخميس في واحد المطار حدا باريس في لاماغن. خصكم تعرفوا شنو وقع. واحد الطياره جايه من الامارات وغاديه لنيكاراغوا في امريكا الجنوبيه. خصكم تعرفوا بان هاد الطياره كانوا فيها 303 اجانب واصلهم من الهند. مهم حبسات في باريس لان على حسب شي حاجه ديال التكنيك وشي واحد بلغ السلطات الفرنسية شكمهم بأن هاد الطيارة راه عامرة بالناس وغادين بهم باش يتجروا بهم، يعني في هاد الشيء تجارة البشر. في ديك الساعة السلطات الفرنسية حبسات هاد الطيارة باش ما تزيدش تحبس من نهار الخميس. جاو البوليس، جاو الجندرم، وجا وكيل الدولة. جوج من هاد الناس يعني في داخل الطيارة اعتقلوهم ومازال كيديروهم معهم التحقيق لأن كيظنوا بأنهما رأس الحربة. دا نهار الحد إن شاء الله المحكمة ديال باريس غتنتقل يعني دير الجلسات ديالها داخل هاد المطار بالقضاة باش يشوفوا شنو في هاد القضية واش بصح ولا لا، وغادي يعطيهم الاختيار باش يعني اما يبقاو هاد الناس فرنسا ولا يزيدوا المسيره ديالهم نيكاراغوا. هاد الناس متهموهم ويعني لقاو عليهم بان كيديروا وكيتجروا بالبشر، راه يقدروا يمشيو فيها 20 عام ديال الحبس وتقريبا 3 مليون ديال اورو ديال الغرامه.